حسن الجامعي، رئيس فترة ولاية جديدة مع الوداد الرياضي الفاسي. ما هو الطموح في هذه الفترة الجديدة بعد الإنجاز الذي كان تقليص مديونية الفريق خلال الفترة الأولى وتكوين فريق جيد؟ وبكل صراحة الحمد لله احنا غاديين في واحد المسار جيد. تنظن انتخابي كرئيس فترة ثانية يعني بان كان مكتب مسير في المستوى، وكان واحد الكفاح اللي وصلنا للوداد الرياضي الفاسي واحد شيء من الامان الحمد لله، من الناحيه الماديه ومن الناحيه المعنويه. نطلبوا بان ان شاء الله نكونوا حسن ظن جمهور الوداد الفاسي والجمهور الفاسي ككل، ونكونوا في المستوى. الطموح ديالنا الناس تهضر على الصعود وعلى هذا، ديما الطموح ديال كل واحد، ويمكن تنظن انا طموحي اكثر منهم، لان الا توج انا غادي نكون اكثر منهم متوج بهذا الصعود. غنديروا اكثر من جهدنا، ولكن خصهم يعرفوا الناس بان غنلعبوا مقابله بمقابله. انت شتي في لكوب دافريك كان الناس حتى واحد ما كان تيظن بان لا مصر ولا المغرب هذا، لان كلشي كان تيقول بان غادي هما اللي غيديو كاس افريقيا. حتى واحد ما داير النتيجه في جيبو، ولكن نطلبوا من الله احنا بمساعده الجميع، وتنطلب من الجمهور بيجي بكثره يعاون الوداد الفاسي الفريق ديالو والمحبين باش نكونوا في المستوى، وحتى حنا يكون علينا واحد الضغط اللي يجعلنا نخدموا اكثر في اكثر. يحسب لمكتب الواف انه استطاع تسويق اللاعبين، هل هذه السياسة ستكون للواف دائمة؟ انتقال ثلاث لاعبين إلى فرق القسم. نهضر معك بالتسويق، بس لأن البطولة الاحترافية تنوعت شيئا ما، لأن تعرف أن اللاعب إلا سال المولى ديالو الكونترا ديالو راه تيمشي حر. كيف إلا كان اللاعب باقي له عام وما بغاش يجدد معاك ولا هذا، ولا بدا خصك تشوف مصلحة الفريق والمصلحة ديال اللاعب. حنا غاديين في هذا المسار، وإن شاء الله مشاو لعابة غادي يجيو لعابة وحدين أخرين، وأنا أفتخر باللعابة ديال سيرتو خصوصا ديال المدرسة ديال الفريق اللي بزاف د الفرق بقات تعتني بهم، وهذا ما صار بان احنا في المدرسه الحمد لله غاديين في الاتجاه الصحيح. تحدثت عن الحفاظ على اللاعبين، هناك البعض سينتهي عقده نهايه هذا الموسم، هل هناك تجديد لعقود اللاعبين؟ هذه سياسه احنا غاديين في هذا الاتجاه، احنا بدينا بافصل جدد العقد ديالو، ومازال غنتصلوا باللاعبين الاخرين هذا، وغادي يكون ان شاء الله الخير، لان الاستقرار ما كاينش بحالو لا من الناحيه التقنيه ولا الاداريه، والاستقرار هو اللي تيعطي النتيجه ايجابيه، وحنا غاديين في هذا المسار الحمد لله. بالنسبه للانتدابات التي اجراها الفريق كانت من فرق الاقسام السفلى اغلبها. بكل صراحه الاقسام السفلى ما نحقروهاش، لان فيها مؤهلات، فيها مواهب شابه اللي يمكن تعطي البلوس للفريق. هذا لا يعني باننا ما غاديش نزودوا الفريق بلعابه في المستوى، لان البطوله غتكون صعيبه وصعيبه جدا، لان لاحظتي الفرق كلها تنظن ديال القسم الوطني الثاني كلها لعبات في القسم الوطني الاول، غتكون البطوله شيقه وصعبه. غنكونوا ان شاء الله في المستوى، وتنطلبوا من الله باش نفرحوا الجمهور ديال الوداد الفاسي ومدينه فاس. كانت اشاده بالنسبه لمكتب الواف، اشاده من ممثل الجامعه بخصوص من الفرق التي اخذت موافقه الوزاره. مسؤولية كبيرة الآن. لا مسؤولية كبيرة، أول المكتب المسير أفتخر به لأن يخدم جميع النواحي. هذه مسألة تنظن عادية الوداد الرياضي الفاسي، لان خصنا ولا نتبعوا ذاك المسار ديال الجامعه، الجامعه توجه نحو الشركات الرياضيه. هي بس على نوصلوا للشركه الرياضيه، وحنا غاديين في هذا الاتجاه الحمد لله. توفقنا وتنطلب من الله باش يزيد يوفقنا في المستقبل باش نكونوا احسن من هادشي. امر اخر بخصوص المستشارين، نلاحظ الواف كما اشرت انه هناك دعم كبير من البروفيسور بالحاج، التفكير بمستشارين
ولو نعلم ان القسم الثاني لا توجد في بكل صراحه المستشارين البروفيسور بالحاج ضحى وتيضحي ومازال تيضحي هذاك اب الفريق وبا كان بارمي لي فونداتور ديال الوداد الفاسي. المستشارين الاخرين كاين عندنا مشكل وهو اننا لقينا مستشارين ولكن من ناحيه ديال النقل التلفازي كاين صعوبات كيف المستشارين راه خصك تعطي وتاخذ منه. تنظن بان كان تاخذ واحد القرار بان القسم الوطني الثاني غادي يبقاو يدوزوا من نهار الثلاث في التلفازه صح ما عرف داك الشيء تلغى وهذا ولكن حنا تنديروا اكثر من جهدنا باش يكونوا الناس اللي يعاونونا من طرف هذا وراه في كاس العرش كيعاونونا الناس بزاف. شكرا سي حسين. شكرا.